ومن النادي بقى الاهلي نروح لجريده اليوم السابع وزميلتنا نوران طمان اللي طبعا كالعاده هتعرفنا على اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وخصوصا ان في شويه اخبار مهمه جدا. منتخب مصر يستعد للكره، طبعا لكره اليد، بيستعد لمباراته مع السويد، وكمان في كلام عن ان اتحاد الكره المصري بيدرس حاليا اجراء مناقصه مع شركه او لاختيار شركه جديده لتطبيق خاصيه الفار. فطبعا التفاصيل كلها هتكون عندك انت يا نوران. صباح الخير عليك، اتفضلي، اهلا بيك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من صالة تحرير جريدة اليوم السابع، هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية زي ما عودناكم، ولكن كمان خلينا نروح لأهم مباريات اليوم ونفكركم بيها. طبعا النادي الأهلي أمام البنك الأهلي الساعة 5 في الأسبوع السادس في بطولة الدوري المصري، وفريق الإنتاج الحربي هيواجه سموحة الساعة 2:30. اما بقى على الصعيد العالمي، فالدوري الانجليزي والجوله 19 تشيفيلد يونايتد هيواجه توتنهام الساعه 4، وليفربول هيواجه مانشستر يونايتد الساعه 6:30، ومانشستر سيتي هيواجه كريستال بالاس الساعه 9:15. اما بقى في اسبانيا والسوبر الاسباني، فبرشلونه هيواجه اتلتيكو بلباو الساعه 9 مساء. ونروح لأول أخبارنا من جريدة اليوم السابع. منتخب مصر لكرة اليد يستعد للسويد وثمان مواجهات قوية بخامس أيام كأس العالم. طبعا زي ما احنا عارفين منتخب مصر هيخوض ان شاء الله ثالث مبارياته امام السويد غدا. يمكن منتخب مصر بيقدم يعني مستويات فنيه عاليه جدا، ويمكن مباراه السويد هي المباراه الاكثر انتظارا لمتابعي الفراعنه في مونديال اليد اللي زي ما احنا عارفين تستضيفه مصر، وهي تنتهي فعالياته في 31 يناير الجاري. كمان خلينا نفكركم بالثمان مواجهات اللي هتقام النهارده. قطر هتواجه اليابان، وتونس هتواجه البرازيل، وانجولا هتواجه كرواتيا، والأرجنتين هتواجه البحرين، وكاب فيردي هيواجه ألمانيا، والمجر هتواجه أوروغواي، ومنتخب بولندا هيواجه أسبانيا، والكونغو الديمقراطية هتواجه الدنمارك. دول الثمان مواجهات اللي هيقاموا على أربع صالات مختلفة. اما بقى من موقع كره وتصريحات مدرب منتخب مقدونيا اللي طبعا تفوق عليه منتخب مصر امس في ثاني مواجهاته في مونديال اليد، وتصريحات عقب انتهاء المباراه قال فيها نخوض مجموعه صعبه ولن نفقد الامل. وجه دانييلو بريستوفاك المدير الفني لمنتخب مقدونيا يعني التهنئه لمنتخب الفراعنه بعد فوزهم على منتخب بلاده في بنتيجه 38-19. كمان خلينا نفكركم ان حسن قداح لاعب منتخب مصر حصل على لقب افضل لاعب في المباراه، وكان المباراه الاولى حصل يحيى الدرع على نفس اللقب. كمان خلينا نقول انه مدرب مقدونيا يعني بعد ما وجه الشكر لمنتخب مصر قال انه فريقه او لعبته ما دخلتش في أجواء اللقاء بشكل مناسب، وقال إن هو غير محظوظ بتواجده في مجموعة مصر والسويد. مصر قال عنها إنها من أفضل المنتخبات الأفريقية طبعا والعربية، والسويد المنتخب المرشح دايما لللقب. ومن موقع اليوم السابع زي ما قلت يا كريم وزي ما نوهت في بداية الفقرة، اتحاد الكرة يدرس إجراء مناقصة لاختيار شركة جديدة لتطبيق الفار. أزمة داخل اتحاد الكرة بسبب شركة تطبيق الفار، بعد ما يعني يمكن تداول يعني في أنباء كتيرة جدا كانت بتشير إلى أنه تقنية الفار من الممكن أن هي ما تكونش موجودة في الدوري الموسم المقبل، بعد الأزمة اللي يعني نشبت بين اللجنة الثلاثية اللي بتدير اتحاد الكرة الحالي، واللي جاءت خلفا للجنة الخماسية اللي كان بيديرها السيد عمرو الجنايني. يمكن اليوم السابع ذكر أنه اللجنة الثلاثية تدرس إجراء مناقصة جديدة لإيجاد شركة جديدة بعد ما طبعا حصلت الأزمة دي، واللي كانت بسببها يعني يمكن الشركة متمسكة بالحصول على جميع مستحقاتها، وقالت أنه يعني مش هترسل باقي المعدات زي ما كانت متفقة مع اللجنة الخماسية السابقة قبل ما تحصل على كافة مستحقاتها المالية. اما بقى من موقع سكاي نيوز، السعالب بتطارد الشياطين الحمر وليفربول في بريمير ليج.
خلينا طبعا نقول لحضراتكم ان يمكن مواجهه ليفربول ومانشستر يونايتد اللي نوهنا عليها في بدايه الفقره النهارده هي المواجهه المرتقبه والابرز في اليوم على المستوى العالمي، نظرا لانه ليفربول ومانشستر يونايتد يمكن بيصارعوا بعض على يعني تصدر جدول مسابقه الدوري الانجليزي، على الرغم من انه ليستر سيتي يعني تواجد في المركز الثاني بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين دون رد في مباراه اقيمت امس ما بين الفريقين، الا انه ليفربول ومانشستر يونايتد بعد ما مانشستر يونايتد قدم مستويات فنيه كبيره جدا الموسم الحالي واستطاع انه يتصدر جدول المسابقه حتى ولو بشكل مؤقت. طبعا فريق ليفربول زي ما احنا عارفين هو حامل اللقب والمرشح الاول للبطوله، مباراه اليوم مباراه هامه وهتكون يعني بتحدد مصير الفريقين على ترتيب جدول المسابقه، ليفربول لو كسب هيتقدم بفارق الاهداف ومانشستر يونايتد طبعا لو كسب هيظل في الصداره. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. احنا بنشكرك شكرا جزيلا نورهان طمان زميلتنا العزيزه.